يوميات ستار اكاديمي بحلقه جديده. مساء الخير. والليله بعد ساعات منودع طالب جديد من الاكاديميه، واثنين من بين محمد سعد، سهيله ومرتضى، بيرجعوا بينضموا لاصحابهم ليكملوا حلمهم. القرار بتوقف عندكم مشاهدينا والساعات الجايه مصيريه. نحن هلا فرح نقوم بجوله على اخر اخبار الطلاب، والبدايه مع صف الرقص مع هادي عواضه. ركزوا كمان بعد معي مره، لا توصلوا لهدف ما بدي اسمع جمله انا تعبان او انا اليوم الصبح كان عندي رياضه او انا ما بعرف شو بني دايخ عم تلعي نفسي. اخر همي بلش صفي، ترجعوا على صفكم. بعمركم ما حدا منكم كان يروح على الجامعات يقول للاستاذ طارق انا مش قادر احفظ او مش قادر ادرس. هيدا صف عادي مثل كانكم عم تروحوا على اكاديميه او عند على جامعه. عندكم شو كنتوا تشتغلوا؟ شمال لورا لجوا شو جسمي على اليمين ستارت نازلون. شو الغنية اللي كلياتكم بتعرفوها؟ تمام خلينا رافائيل مش لعب علي. اوكي والله مش لعب. اول حاجة رافائيل وحياة الله. طيب خلص تعرف انه بس ما تشد علي. اوكي لكن انت اعملهم يلا لوحدك. شد اللي ركبك اول شيء. يلا فايف ايفري ون من جوا ايديكم من جوا. محمد عباس ليك ايديا من وين؟ يس عندك بس ولا تحت؟ 5 6 7 يو جو 1 2 3 4 5 6 7 8 إيه كوني من حبيب قلبي وإنت ناسي. إمتى أخذتوا نفس؟ حبيبي والفرد. خذوا نفس and go. عم ينزلوا. عم بيقطر شي صوتكم؟ يعني لازم تكون نحن ديجا وقت نطلع واثقين من حالنا، نحن عندنا ثقة بحالنا، فلو شو ما انعمل فينا رح نضلنا عم نكب غنيتنا صح. لأنه مثلا هلا جملة هيدي الغنية اللي عم تغنوها كلكم لازم تكونوا واثقين إنه هيدي عم تغنوها صح. مثل ما عم تقولوها صح، فساعتها أنا بصير بلش أقدر أتحكم بجسمكم، عم تفهموني؟ تراي يور بيست أجان. يلا، قالوا لي إجريكم. Top music. Okay, guys, لحن كفي هيدا الرقصة لبكرة. يعني هيدي الجمعة رح تكون كلها ستوري. ديل؟ برايم الجمعة الجاية بكرة بس يخلص الصف بدي منكم كلياتكم تقولوا لي شو ستيل بدكم اياه. ديل؟ اوكي. ثانك يو جايز. مواهب رافائيل ما بتخلص واخرها الرسم، خلونا نشوف النتيجة لما يقرر يرسم دينا على اللوح. هيكي خليكي بدرسك، خليكي عم تطلع فيك. خليكي لا لا انا شايفه في شخبطه. انت بترسم؟ رسام هو برسم مرتضى. واو غمض عينيكي. استني شوية. لحظة ما تفتح عيونيك. ما تفتح عيونيك.
ايه لازم يلا تفضل. لحظة شوي، لحظة استني 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 عشان تشوف هاي الكاميرا. يلا تفضلي. اه انت رسم تويتي دي انا رفرف كاتب ايه تحت فوق؟ مش مسامحة. كده رأيي انا ده شكلي. رايك في الابداع؟ ما شاء الله ما شاء الله ايه الجمال. اكتب دينا، اكتب عليها دينا بالمره. والايد الثانيه ايه مشلوله مثلا؟ لا رأيي الثاني. اكتب دينا يا ولد. دينا دينا عادي. كل أخبار الطلاب وتحركاتهم بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. أنيس ومبال صداقتهم كبيرة بالأكاديمية والكل بيعرف، لكن محمد عباس حب على طريقته يخبرهم شو يلي بيجمع بيناتهم. هاي hey. أنت تمام؟ أنت تمام؟ أنت أنت مش مراية أنت يعني أنت حلوين شعراتي. حلوين شعراتي. حلوين شعراتي. أنت تمام؟ لا بجد أنت تمام؟ لا الحمد لله. احسن شويه؟ نحمد الله احسن كتير. عامه انا مش هسال ومش هخش في تفاصيل عشان خاطر مش لازم يعني، بس انا ملاحظ كده ان في حاجات حصلت انا مش اخد بالي منها. عامل نفسي عبيط ومش اخد بالي منها. شويه نتكلم في الاوضه وشويه نطلع بره نبص لبعضينا وبعد كده شويه نقوم حاضنين بعض. اكيد في حوار ومشكله كبيره واتحلت. اهم حاجه ان انتوا كويسين. حبيبي. ايه والله عن جد قطعنا 3 ايام كتير نتخانق مع بعض. كويسين دلوقتي؟ كويسين. لا جانا هاي كابلز بيقطعوا بهالفترة، شو بدنا نعمل؟ مشكلة. مشكلة كبيرة. لا والله عن جد انه بعدني انه ما عم بحطه بالفريند زون او شيء، بس انه ما بعرف ضلني يعني افكر هدفي هو انه اشتغل على حالي وكلنا هيك. انت عم تقولي لهم بدي احطه بالفريند زون؟ لا لا انت ما قولي لا ويت ويت لا لا قلت كبل. لا انا قلت كبل. لا ما ودي اياه يعتبر انه عن جد قصدك هالشيء. لا اوريدي اثنيناتنا عارفين هذا الشيء. طيب انا هسألك سؤال. شوف افرضي ان انيس بيغني انجلش وانت بتغني انجلش، فتحطيتوا مع بعض ان انتوا تغنوا، طبيعي انك لازم تتقابلوا ولازم تقعدوا، بس ما ارتحتيش لانيس، بس مضطريه ان انت تعملي كده. يعني انت مضطريه ان هتغنوا مع بعض، بس شخصيا انت مش مرتاحه له ومش معجبه بشخصيته، حاسه ان في كيمياء بينكم وبين بعض وحاسه انك مرتاحه له، كنت هتعملي ايه؟ اذا ما كنت حابه. ومش هسالك يعني، انا كنت هسالك حاجه ثانيه بس مالهاش لازمه. كنت هتعملي ايه؟ اذا ما كنت مرتحت له. يعني كنت مضطريه بقى خلاص يعني ما بقعد معه اذا مش مرتحت له. بس على قد الغنى بس وعلى قد الكلام ده. على قد الكلام ده يعني عرفت لمن بدك توصل. خلاص انا اللي انا عايزه من السؤال وصل لي. ليك ليك حبيبي جانا من جد. بعد وحده ما بتكفي. وصلت خلاص اللي انا عايزه. ايه بعرف وصلت. بريك صغير ومن بعدها بنرجع ليوميات ستار اكاديمي. منتابع يوميات ستار اكاديمي. دينا نشيطه وحيويه لكن مش عارفه شو بدها تعمل بالاكاديميه. قومي يا سهيلة، انا بحبك قوي يا سهيلة. قومي كبير انت هادي. قومي يا سهيلة. قومي 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 بدي والله. قومي قومي يا سهيلة. قومي يلا يا شيخة، وديتي صوتي في داهيه. قومي هلب صبرني. قومي بقى هلب صبرني بنتي. يا بنت اي جد ايدي ايدي يا بنتي والله مش قادرة. قومي حبيتك. يلا
يا بنتي استني شوية. يلا اتحركي كده. الواحد يتحرك يعني. لا لازم تتحركي كده بسرعة. يلا يلا. مش قادرة يا بنتي. هاي بطني بطني بوجعني. صوتي رايح يا بنتي. ليه؟ أنا بعيط منك. ليه؟ عشان أنت نوتي. ليه؟ كده. ده نوتي. انت نوتي. ايوه انا وانا مش بلعب معاك. مش عايزه العب معاك تاني. ماما قالت لي ما تلعبيش مع الناس الوحشه. انا معايا. العب معنا فين جاموسه بتجري. ايدك 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 جاموسه راحت تقابل جاموسه. طب روق شوي. انت حاطط حرفي على البنطلون. حرفي دينا. دي دينا 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 دينا. دي انا. انت كده بتحبني يا رافائيل. اي لاف يو. انا انت مش نوتي. انت مش نوتي. انت طيب طيب. وانا هلعب معاك. ماما قالت لي العبي مع رفيق. بشو؟ في الحديقه. هنلعب مع الارنب والدبدوب. طب تعبت يا رب. انت عبيده ولا بتستعبتي؟ يا ستي انت انت جيلي. انا جيلي. انا مجروح. انا جيلي صح؟ انت جيلي. انا جيلي. حلوه يا سهلا. يلا يلا يلا. طب بسرعة 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 بسرعة. مش أنا هي هي اللي عامت وين جبت الهدوم. مش كده يعني. مش كده. الله يخرب بيتك يا محمد. هايتي. أنا اتلسعت زي زيك. دينا أنت مش فاهمة. أنت مش فاهمة. أنا اتسلخت. أنا اتسلخت. أهو أنا اتسلخت زي زيك أهو. واحده كمان في بقى. انتوا قاعدين هزار. مش كده يا جماعه بجد. والله ما كان قصده. هو ما كانش يعرف ان في ايدك شيء. انت على فكره اديتيها ليها بايدك. هو زقني. معلش كناش نعرف. فيكتور كيروز وفريقه زاروا الطلاب لجلسه ريلوكينج جديده بتعيد الحيويه للطلاب. انت ال للاسف. اه ربنا. ماشي الحال. عامل ايه؟ كله كان نوميني. أنيس ولا مرة كانت نوميني بعد؟ لا إن شاء الله تعالى. أول مرة. رحيمة بقى كانت نوميني وما بها شيء. بألف خير أحي هون. هاي جايز. بس أنت فاهم يعني الفكرة في. الفكرة في إيه؟ غصة غصة. هيك قرصة منيحة مش أنا. لك أنا عندي بالمحل لما بغلطوا كمان بقرصهم. نوميني بقى. ليك ليك فيها. رجعت قوية. ليك هون كيف عم تنطنط وشوفي شو كنت خايفاني يعني. طيب هلا انا لقيت المقص. هدول لما عملنا كراتين. لما عملنا كراتين ما عملنا هول. اعطيني المكنه لشوف. شوف هون كيف بدنا. لانه محمد سعد نوميني بدنا نعمل له شيء. انا عامل بس انا بس ولا اوكي سباجاب. فيني هلا غسل وترجع نعمل براشينج؟ لا براشينج خفيف. ايه بطل هيك كثير مشان. اوكي يلا. مش بلون. انه شاتان كلير. شاتان كلير. اوكي ورح نقص فرانج. اوكي منغير لك خدودك عاليين بيلبق لك الفرانج حلوه. بتبيني مهضومي اكثر ما انت مهضوم. أكثر من هيك خلاص هيك. شو هاي لا؟ ما بدك إياها حلوة؟ نو؟ tu la veux pas belle؟ إيه بدي إياها تكون حلوة كثير.
عرفتي كيف؟ ما منشوف الوين المشيت بس فتحنيهم، بس ما منشوف الخصل وين، شفتي؟ بس بتشوفي في ضوء وين؟ يب نعيما سهيلا. يا رب لما تشوفني تاني من يوم الجمعة على طول. جود لك للجمعة حبيب. قبل ما نتوقف مع بريك بذكركم مشاهدينا بالمسابقة يلي بتربحكم فرصة السفر لبيروت للمشاركة مباشرة بالبرايم. التفاصيل بتلاقوها على www.cbc-eg.com. بريك ومنرجع. ما تنسوا مشاهدينا تصوتوا لإنقاذ طالب من بين مرتضى سهيلة ومحمد سعد الليلي. أما هلأ فرح نتابع صف جديد للمسرح مع بيتي. مرحبا. هاي. كيفكم؟ سافا؟ صباح حلو. ليه؟ مرسي. ليش هالكومبليمان مفاجئ؟ كثير هيك وصلتيلي بكثير إيجابية، وأنا كان بدي شوي هالجرعة. أنا على طول إيجابية. سالو سافا؟ رح نعمل كوبليت. يلي بيفوت بيسأل الجملة أو بيقول الجملة، يسأل سؤال أو يطرح أو هيدا، بده يعطيني ثلاثة أو أربعة حسب هو إذا عنده حس إنه بعد بيقدر يقول بطريقة مختلفة، ويلي بده يجاوب بنقي كل مرة كلمة من الجملة، أوكي تيجاوب. يلا. حلوين شعراتي؟ حبيت شعراتي رفايال؟ بعقده شعراتي؟ بعقده شعراتك حياتي؟ عن جد بس أنا ما حبيت شعراتي، ليتون حلوين؟ شو بهم؟ لا رفايل ما عم تاخذ يعني مثلا بعقده شعراتك بعقد. بدك بلش بشعراتك. كلمه من عندها ما اعملوا جهد، اعملوا جهد انه تاخذوا كلمه من عندها. شعراتك بلعوا نفس شعراتك. ما واصلين علي هيدا انه اخر شيء قد ما قلت لها انه حلوين لعت لي نفسي. اوكي لكن خلينا نرجع، بس دائما بلش اعمل جهد انك تسمع شو عم بتقول وتبلش من عندها. اوكي يلا رفايل ما بال، بس هيك بدي اقول لك شغله. لا عم بقلد شخص لانه بس معلش مش ممكن ينعم خلص تي 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 بس بدي اقول لك شغله رفايل بجنينة عم نمشي علي حسيتك. لا بعد ما شايفينه حسيتك بجنينة. انا ما شفته يعني جاي رفايل اوكي لا شو يعني ما تعملوا كيف بدي اقول لك هيدا اوفر اكت انه رفايل وينك؟ عم تنادي وينك؟ يلا حبيبي استنى ما قلت لي انه ناوي تخرجني اليوم؟ اخرجك؟ وعدتني انه رح تخرجني. وعدتك ان انا اخرجك؟ لا ما اعتقدش ان انا ممكن اخرجك، لان انا قلت لك ان انا مشغول الاسبوع ده كله. بس وعدتني انك تخرجني اليوم. انا ما وعدتكيش ان انا اخرجك اصلا. مش كل يوم تقولي لي نفس الكلمة. بس يا عم أنا جهزت حالي حتى نخرج، أنت وعدتني إنك تخرجني اليوم. أخرجك من حياتي يا رب، أنا قلت لك مش عايز أخرجك. أصلاً لو أنت راجل ما تمدش إيدك عليا أصلاً. أنا راجل وغصب عنك. يا عباس، عباس أنت ناوي تخرجني اليوم. ايه رح اقول لك شغله على فكره، كل ما بتصيروا قليل لا انه بالمسرح كل ما بتستمتع. يلا باي. باي باي. مرتضى اتصل بوالدته فشعر بنوع من الحزن بصوتها، الامر ضايقه كثير وخبر اصدقائه انه والدته مش راضيه عن ادائه. الو الو هاي يما حبيبي. حبيبي شلونك؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يخليك. شنو؟ ليش ما طلعت من الخطر حبيبي؟ ضايجة؟ ليش روحي؟ اي والله يما ضجت الصراحة. ليش يما هيك قطعت واسي؟ يما انت احسن صوت والدنيا مخبوطة عليك. ليش يما لو تدرس ويا الموسيقى ما تنبسط هيك؟
انا جاي اشوف بالتلفزيون جمعتك 24 ساعه درسوه سويته وانت ما قاضيها سوالف. لا يما على بختك يما عوض هسه عوض ان شاء الله. لاحق نفسك ان شاء الله. لاحق نفسك يا حيلي وجنطتك ان شاء الله اليوم توصل لك ان شاء الله. ملابسك ان شاء الله اشكال جبت لك يا روحي. شو اخباركم يما حبيبي؟ شنو الوجه ثاني؟ شو اخبارك؟ ريح قلبي الله يريحك. ولا زوج يما انت لا زوج انت جاهد والباص على رب العالمين ابوي انت زين يما؟ اوكي حبيبي انت خذ وروح الصوت. شو بك؟ يا اخ من بقى؟ ما تقتلونيش يا جدعان انا مش عايزه ماما. شو بك؟ طب شو بك؟ شو بك؟ شو صار؟ تعشوا تعشوا تخي بس احكي تعال بس تعال تعال شو صار؟ احنا نومينيزا يا بعض ونفهم بعض تعال. شو قالوا لك؟ مقبوره من نومينيزا؟ ايه غير زعلانين يعني؟ كلنا زعلانين. امي احس صوتها متمرضه متمرضه. انت حاسس ان هي تعبانه لوحدها من نفسها مش من حاجه؟ مش قلت لنا مره انها تعبانه هي؟ حاسس ان هي تعبانه زياده عشان زعل عليك يعني؟ زياده زياده زعل عليك؟ يعني ان شاء الله خير. اخر بريك بحلقه الليله مشاهدينا وبنرجع من بعده لاخبارنا. منتابع أخبار الطلاب مع سوء تفاهم جمع أكثر من طالب بالأكاديمية وأدى بالختام لتوضيح الكثير من الأمور. القصة بدأت لما دينا وشانتال كانوا عم بيقلدوا حنان، فليش زعل رافائيل؟ بتبقى عايز تعمل حاجة أنت فاهم؟ وعايز نحن ما نعلقش عليها ما تبقاش أوفر، تعمل مع المواضيع ببساطة. لا بس أنا بحبها يا بنت. الله حد انا كنت بتموت فيك. ما بعرف اذا بتموت فيك ما هم يعني بس انا بخاف على زعله وبخاف على زعله وبس. انا مش عارفه رافائيل مش عاجبه حد في الاكاديمي اليومين دول. لا 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 دينا 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 يعني ايه مش عاجبه حد؟ حلوين شعراتي؟ لا طبعا عاجبه طبعا طبعا عاجبه حد بس يمكن اللي عاجبه مالي عينه ومخليه مش شايف حاجه ثانيه. يقبلها عادي. رافائيل شو؟ غنيت كويس في الإيفال؟ إيه برافو. لون شعراتي؟ كتير برايم اللي هو أول برايم غنيت كويس. على أسئلة ما أنا بفكر غنيت في أول برايم كويس. أقول لك على حاجة أقول لك على حاجة إحنا مش مقهورين بمعنى مقهورين بس إحنا مقهورين عشان بنحبك وعايزين مصلحتك. أنا مقهورة مش رفيقتك في إيه وإمتى ببقى معاك وإمتى ما ببقاش معاك؟ أنا عم تأوفر هاد تعصيبي قبل شوي ردة فعلي أنا أخذتها مزح بس إنه مش حلو. أي ردة فعل؟ هيدا اللي شبقتيني بدري بشو شبقتيني مبين على وجهك إنك معصبة حتى إن عينك كنت عم يعني بتمزح. بس أنا فعلا لو أنت أخذتها على محمل الجد أنا مش هزر معك تاني. بالضبط لو حنان خدتها على محمل الجد أنا مش هزر معك تاني. أكيد أخذتها على محمل الجد بس إنه أنا لو بدي أزعل كنت لو عطستي كنت بتاخذها على محمل الجد. لو بدي أزعل كنت مسكت حالي وفليت لأنه كلنا هم عارضين كلنا بستريس مثلا. سطعيت شنطال ايام الجن لحالها بلشت تعيط انه ما شو؟ بلا قصده انك مجنون يعني؟ لا انه ما بس كنا عم نحضر ليفال ايام الجن لحالها والله مش صار كيف هو واحد عصابه تعبانه. ما تخلي ما تندمي بعدين على حكيك شنطال بليز بعدين الايام الجايه ما تخليني اتذكرك بهالمواقف عم تملي فيها. انت ادرى بالمواد اللي عم تحكي شنطال. انا ما تخليني اذكرك شؤون ما بتعنيني بس انا اخر مره بهتم بمصلحتك والله العظيم وحيات الله واحد بالناقص وحيات الله رافائيل اخر مره اخر مره واحد بالناقص شو عم تقدمه متاخره يعني عم مستقبل بس يا زلمه اطلع من راسي ما انش جلدتك اخر هلا في قلبك عشان ما زعلش. خلص خلص مسك خفي عشان ما زعلش. طب ليك بدك بدك تدرب انا معك ما حتعاطى كثير بس هاي خفي من هالحركات عادي عادي نحكي شو عادي
بعد نحكي شو. لا 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 قول تاني كده. بعد شو؟ قول 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 تاني اللي انت قلته. خلينا نضل رفقة بس انا مزح ما بقى تعمل. لا بلاش مزح. يلا. اوكي؟ يلا. اتفقنا؟ يلا بدي يصيروا اثنين بالناقص. اتفقنا. بدي يصيروا اثنين بالناقص. اتفقنا. بدي يصيروا اثنين بالناقص. بدي يصيروا اثنين بالناقص. شو بيعملك؟ اثنين بالناقص. شكرا. يلا بقى قد ايه؟ شكرا. 13؟ ما بس. بدك تزعل انت كمان تطلع اثنين؟ لا لا شو اطلع نامي حبيبي. ما عم بحكي معك. ومين اللي قال لك ان انا زعلان؟ ما عم بحكي معه. زعل على ايه اصلا؟ يا رب تكون زعلان هلا وحياة الله قلبه طيب كثير. مين؟ تمام. والله العظيم شيل المزعج جنب. كلمة بتهدى وبتنزلها نزول وما بقى بتدبلش تقعد تبكي بقطتها تقعد تبكي لحالها بأوضة هونيك يا زلمة شيل مزح على جنب. أنا ما بندم إنه كيف عم تصرف مع البنت بدها حدا هيك يكون. أنا ما قلتش كمان إنك تتصرف مع البنت. أنا برضه ماليش علاقة بعلاقتكم على فكرة. شو لكن شو المغزى من كل هالصريعة اللي عملتوها؟ أنا بكلمك على اللي كلمتك عليه أنا والراجل ده بس ده اللي إحنا بنتكلم عليه صح ولا أنا غلط؟ خليني خبري أنتوا اللي قتلكم بعدين رافائيل هو الموقف اللي صار. انا دائما بجرب اني اتقرب منك. اسمع انا دائما بجرب اتقرب منك ما بلاقيك غير من زاويه مع شخص معين. انت بتعرف مين هالشخص ما بتسمح لي يعني دائما بجرب اعمل شيء لاتقرب منك. انت دائما في يعني راسم حدود وحاطط بقلب هالدويره شخص واحد والباقي برا كلهم. حنان شخص انا بدي اكون حده لانه شخص كثير بعزه وكثير بحبه وكثير اوكي. شخص زعل مني من شيء شخص من شيء تافه ورحت انا رضيته هيدي المشكله الاساسيه وانا غديت النظر عنه وقصدا ما ضويت عليها لانه بس خلص. طيب على راسي ما تخلي هيدي القصه تاثر على علاقتك بالاشخاص اللي حواليك. ما بعدت عنكم انا ما بعدت عنكم يا شنطان يا حبيبتي. انا وجودي هلا هون إيه لما تكوني زعلانه. طيب غض النظر اذا انا سبب الزعل ولا مش انا سبب الزعل. اوكي إذا أنا سبب الزعل في حل وإذا مش أنا سبب الزعل في حل. أنتوا كل خبريتكم كل خبريتكم إنه حنان ما قدرت إنه هالشيء اللي أنا قال لي الخبرية عباس هلا وأنت أكيد نفس الخبرية اللي زعلانة مني عليها. هي قصة وقتها صار السوشيال ميديا إنه رافائيل عم بيخسرك جمهوري راحت زعلت مني مظبوط ولا لا؟ وطلعت أنا رضيتها وضلت ما بدها تحكي معي لا أنا رضيت. مظبوط هيدا السبب اللي زعلته مني فيه. مظبوط وهيدا السبب الاول. هاي حنان هون اوكي الاجمل بالاجمال كل الخبريه شو حليت خبريتي خلص. جيت انا الشخص اللي كنت كثير مع الكل انزويت وهيدا غلطكم معي وهيدا غلطتكم على راسي من فوق. حنان كمان عم يوصل نفس الانتقاد يا حنان كوني مع الكل صح ولا لا على تويتر وين ما عم تقول لك كوني مع الكل وهزري مع الكل يعني مثل ما غلط مني وغلط منا وغلط عم بيأثر علينا اثنيناتنا. انا زي ما قلت لك انا ما عنديش اصلا مشكله. انت بس في عندك مشكله مع حنان ما انا في حله ولا لا كمل بقى. انا ما عنديش مشكله اصلا في اي حاجه باللي انت حكيتها. انا ما عنديش مشكله. انا كل اللي انا جيت قلته لك قبل كده انا وهاب بس كان كلام عادي واحنا بندردش عراسه شفته. قلت لك بس ان انت ان الناس بتتضايق مثلا لما انت بتحصل نفسك مع شخص والعكس مظبوط. وهالشيء صار مع ايهاب. لا مش بتكلم كمان على ايهاب والعكس حصل برضو مع حنان. الناس متخيله ان هي حاصره نفسها مع شخص وانت حاسس نفسك مع شخص فانا جيت كلمتك انت لسبب. انا مش هينفع ان انا اروح اكلم حنان في الموضوع ده لان حنان ردود فعلها انا بالنسبه لي بتضايقني. حنان ممكن تاخد كلمه مني مثلا بتكبرها وتعملها مشكله او ان انا يعني الكلمه مني مش حلوه. انا بالنسبه لي مشكله. انا ما عنديش اي مشكله مع حنان ولا عندي مشكله معاك ولا عندي مشكله في علاقتك ولا عندي مشكله ان انتوا بتقعدوا مع بعض خالص. انا ما عنديش مشكله في الكلام ده خالص لسبب لان احنا كلنا كده. طب ما انا ساعات كتير ببقى قاعد مع شنطيل فتره طويله مثلا قاعدين مع بعض بس ممكن مع شنطيل فتره طويله قاعدين فتره طويله طبيعي يبقى في حد قريب. انا ما عنديش مشكله في ده. قلت لك انا عندي ولا عندي موقف ضد حنان ولا عندي مشكله بقى. انا لما كان في حاجه ضايقتني كان عشانك انت. انا ما عنديش موقف معاها ولا متضايق منها حاجه ولا في حاجه مزعلاني. قلت لك ان هي كشخصيه بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله معاها اصلا. ما تزعل ما نزعل ما تعرف انا بحبك كل ما هو حتى ما تفكر ما تفتح الموضوع مع حدا. ماشي انا عديت مني كل شيء صار على ردة فعلي بس انا حطيت موه كتير بجيح. جيت حكيت عباس قلت له 1 2 3 انا غلطت حنان غلطت
حنان عم تغلط بحقكم واعترفت حنان. بس انتي عارف انا قلت لك ايه قبل كده؟ انتي عيبك ايه؟ اني صريحه. انتي صريحه اكتر من اللازم يعني، فاهمه؟ يعني في شهره بس الصراحه والواقع، فاهماني؟ ايوه يعني بس صريحه بس قوي قوي. بس صريحه قوي. ممكن بس الناس ما تقوليليش ده هزار. انا كنت بهزر اقسم بالله وحياه امي ما اعرف اي حاجه عن التويت اللي بعتلك. كان كل ده هزار. كل ما الطلاب عبروا عن يلي بقلبهم كل ما رجعت الامور الى طبيعتها بين بعضهم، ومن بعد الاختلاف بوجهات النظر دائما في مصالحه. حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، انا بشوفكم بعد شوي بالبرايم، وما تنسوا تصوتوا للنومينيز الثلاثه. باي باي. والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك. تقدر تتفلسف. لا ولا يسوى حياتي بهالوجود، دارك انت اللي رحلت وكيف بصبر عالبعاد، وكيف بنطر هالورود عالبعاد، وكيف بنطر هالورود. والله ما يسوى حياتي، والله ما يسوى عايش الدنيا دونك. لا ولا يسوى حياتي بهالوجود، أريك انت اللي رحلت وكيف بصبر.